عشان كده انت قريت افكاري، لان كنت هقول اول 9 دوري النادي الاهلي بطل الدوري، وكنا بنلعب في كل الملاعب زي ما انت قلت، لان المنطق مش محتاج حد يوضحه، ولكن افتقاد المنطق لاغراض هو اللي محتاج نقف عنده. بس البعض اخيرا عاد له منطقه. مستر باتشيكو بيتكلم بتصريحات بعد مباراه المقاولين، على فكره انا بتفق معاه فيها كثيرا، لان ده شكل مستر باتشيكو مع الزمالك وبيتماشى مع افكاره. نشوف مستر باتشيكو قال ايه وايه المشكله في اللي قاله وبيختلف مع ايه، بس بعد ما نشوف الفيديو. الملعب بالنسبه لاسلوب لاعبنا في الشوط الثاني ما ساعدناش ان احنا نطلع ونزيد قوي في اللعب بتاعنا. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نبتدي فوز الدوري. الفرق اللي حابه تكسب بطولات بتعمل ما عندها، لكن في نفس الوقت بتبقى عارفه ان الفرق اللي قدامها في لحظات هتظهر فيها وفي لحظات هيبقى في معاناه لينا ان احنا نواجه ظهور الفرق اللي قدامنا دي. النوع التنافس والمساواه ديت اللي بتخلينا نقدم كره جيده لما بنقدر نقدم كره جيده، لما ما بنقدرش نلعب بالفنيات عاليه وباسلوب لعبنا بنلعب على ان احنا نكسب بمباراه اهم حاجه ونحصل 3 نقاط. حلو جدا ان اتكلم ان انا في بدايه بطوله، طبيعي جدا ان اكون مهتم بفكره تحقيق النقاط، لان مش شرط طول الوقت الاداء بيكون العامل الحاسم، واحيانا زي ما قال مستر باتشيكو بتكون مركز بشكل كبير في ان اهم حاجه حصد الـ3 نقاط ولو على حساب الاداء. حلو جدا، وعلى فكره دي فلسفه مستر باتشيكو اللي بدايه وجوده للزمالك ثم مستر فيريرا اتلعب حقبه ما فيهاش اي شكل من اشكال الكره الجماليه، وكان جمهور الزمالك البرجماتي في الوقت ده وحقه ان هو بيشوف ان الغايه تبرر الوسيله في الفوز بالبطولات، وعلى فكره ده مبدا انا متفق معاه تماما، ولكن زي ما بنشوف السياق اللي اتقال فيه انا ما لعبتش بافضل شكل، فهنا شفت ان عدم وجود اداء مش مشكلة أبدا طالما حققت الـ3 نقط. بس هو مستر باتشيكو يا أسامة كان بيشوف طول الوقت بالعين دي؟ هو مستر باتشيكو يا فارس أصلا كان بيقدم أي شكل قبل كده في الفترة اللي لعب فيها؟ أعتقد مستر باتشيكو تقريبا كده خلاص عرف من أين تؤكل الكتف، وعرف إزاي يخاطب جماهير نادي الزمالك، وهو حقه تماما يخاطبهم بالطريقة اللي هو حاببها، وهم حقهم أيضا يصدقوه تماما زي ما صدقوا مديرين فنيين كتير قبل كده. لكن بالنسبة للأداء والنتيجة كان مستر باتشيكو له كلام مختلف تماما. نطلع نشوف فرقة تلعب الخطوط قريبة من بعض، الخطوط قريبة، ما بحبش الشوط لقدام، بحب الكرة تلعب الكرة في الرجل، الكرة بمساندة، يبقى معانا كرة مدة أطول ونقدر نحرز أهداف أكتر. أنا ما بحبش أتكلم كتير عن الإحصائيات، لكن الإحصائيات ان احنا كسبنا في الاحصائيات كل حاجه قدام الاهلي، لكن الهدفين بس هو اللي كان اكتر مننا في هدفين. صحيح، وكان جون بيحصل من فتره للثانيه، جون هدف كاس عالم. اعتقد ده مستر جيمي اللي فات كان مستر باتشيكو في مباراه الزمالك والمقاولين، وكمان الارقام اللي انت بتقولها بغض النظر عن فكره بقى اختلاف المنطق، هنا بتقول انا مش لازم اقدم احسن اداء بس يهمني النتيجه، وهنا بتقول انا قدمت اداء بس النتيجه ما كانتش في صفي، وكمان بتقول ان انت كنت متفوق على النادي الاهلي والاحصائيات قالت كل ده. مفيش حاجه تفوقت فيها على النادي الاهلي الا انك استحوذت 51% والنادي الاهلي استحوذ 49%، واعتقد جبنا الارقام وجبنا الاحصائيات هنا قبل كده واتكلمنا فيها. لكن احنا كنا حابين نوضح ازاي مستر جيمي في المقاولين بيخاطب جماهير نادي الزمالك بمستر باتشيكو في مباراه الاهلي، وعشان كده بنقول مبروك على مستر جيمي باتشيكو قياده نادي الزمالك، اكيد انت عرفت من اين تؤكل الكتف. وعشان كده برضو هنطلع فاصل.